بالرياضة، حيث استقبلت أمس ولاية البيض المرحلة الثانية من رالي صحاري الجزائر في طبعته الثالثة بمشاركة أزيد من 50 متسابقا. ورقة لنور الدين الرحماني. استقبلت ولاية البيض رالي صحاري الجزائر والمدرج ضمن البطولة الوطنية للراليات في مرحلتها الثانية على مسافة تقارب 2000 كيلومتر، في إطار شراكة مع الحركة الجمعوية وبتنسيق مع الاتحاد الوطني للرياضات الميكانيكية. يوم يقام رالي الجزائر البيض أضرار، وهذه أول مبادرة أولى من نوعها على مستوى ولايتنا، وحنا نشجع مثل هذه المبادرات، وان شاء الله في السنوات المقبله غادي نزيدوا ننظموا دوره مثل هذه التي سنعمل على انجاحها. المتسابقون قطعوا مسافه تقارب 800 كيلومتر وصولا الى مدينه البيض، وواجهوا صعوبات في مسار السباق ووضعيه الطريق الزلجه. لا لا، على الرتب اللي داروه هنا تعبكم. تعبنا، كاين عفايس بزاف ما لقيناهمش. المرحلة الأولى كانت شوية صعيبة، نظرا تما الطريق اللي كانت زلجة شوية. تهدف اتحادية الرياضات الميكانيكية إلى التوسع نحو المناطق الداخلية وزيارة ولايات جديدة لم يصلها الرالي سابقا. هذه الفكرة جاتنا، كنا راح نديروها ار جي أضرار، جاتنا الفكرة مع رئيس الاتحادية، الأعضاء في الاتحادية، درنا إيطاب في البيض باسكو سيتي ولايه اللي ما زرناهاش. رالي صحاري الجزائر عرف في طبعته الثالثه مشاركه واسعه للمتسابقات من مختلف الاعمار، ياخذن غمار المنافسه لاول مره على امل الوصول الى منصات التتويج قريبا.